اقولك فطور، اكو شغله بيها فايده الو الك، شو ايش تساعديني بيها؟ ايه يا اخوي عادي، بس شنو الشغله مالتك هاي؟ اقولك اليوم موعد ابو المولد يجي ياخذ الفلوس مالته، تمام؟ وبابا ما يعرف هذا الشارج قال عليه فلوس. مثلا اذا اجى ابو المولد وقال لكم فلوس 100,000 نقول بابا 150,000، واذا قال 200 نقول بابا 250. شنو استفادنا 50,000 انا؟ شنو رايك؟ اي والله خوش خطه بيها فايده. وتعرف بابا دائما كل ما يجيب فلوس المولد ما يسالش قد قبل، ضيع فلوس واحنا ننطي. ليش ما فكرنا بيها من قبل هاي؟ بس بعرف الطوم هاي شغله بيها مخاطره، لازم تنتبهينها مو تفضحنا قدام بابا. اخوي لا تدير بال ولا شيء، موضوعك يمي، الموضوع انا ما اساعدك بيه، راح نسافر راس بابا اذا كل شهر ناخذنا 25. اي والله بداش بعد جمعة زينة، هذا استلبيها مكياج وملابس حلو. والله اخوي انت تفتهم ما شاء الله عليك. يا الله يا الله يا الله، هاي شو اليوم مجتمعين سوا وده تضحكون مسوين اجتماع؟ ها اكيد عندكم بنت خباثة. احكوا شكو ها بابا؟ لا قاعد نهجد نسولف عن التصوير، ما تصوير هاي السوالف تعرف تبعد. بس والله بابا زين وياي، خطيه دائما ينطيني فلوس، ما يقصر وياي، اشتراي تليفون، اشتري ملابس. ليش يسوي بي هاي السالفة؟ هذا اخوي هيمو ما بي ثقة، وباجع عقبه يبيعني قدام بابا، فخلي ابيعها اني قبل اللي يبيعني هو. اقول لك بابا، اقول لك على شنو كنا متفقين انا واخوي هيمو؟ الله لا يوفقك يا فطوم. ايه بني تحكي على شلون كنتوا متفقين؟ والله الصراحة يا بابا ترى اخوي هيمو راح يتفق عليك، يقول من جاب من مولده مثلا اذا راب انه قد مبلغ احنا نقول بابا اكثر او نساوي بابا فلوس. الله صدق لك هيمو؟ بابا دا شاقة وياها ما دا صدق. بس يا دعم انت مين غزر بعينك شي؟ اش وقت تصير ادمي؟ ما اعرف. شو تعال خلي عيني ترباتك، تعال تعال. هذا عم مش فطوم الواحد يمشي رايح ضميره.